يا كابتن علي، صباح الهنا طبعا في البدايه، وسعداء ان حضرتك معانا، وسعداء بمحمد جدا. وكنا لسه بنكلمه عن يعني الدعم اللي لقاه من حضرتك، وازاي برضو كنت قدوه ليه. لكن يعني خليني قبل ما اخش في تفاصيل طبعا اصبح عليك. صباح الفل يا فندم. اهلا بحضرتك. النادي الاهلي كله بأجمعه، وصباح الكابتن محمود الخطيب، لان ده راجل محترم وراجل كل الناس بتحبه بصراحه. صحيح صحيح. يعني احنا بنصبح على حضرتك، ومعلش بقى هنروح معاك لبعض التفاصيل. بدايه طبعا عايزين نروح للدعم اللي حضرتك كنت بتوجهه لاولادك، لان احنا سمعنا كمان من محمد مش هو البطل الوحيد في البيت يعني، فده رقم واحد. ازاي قدرت حضرتك تخليهم يكملوا المسيره؟ دي حاجه. الشق الثاني كنت بسال محمد دلوقتي الفارق ما بين زمان ودلوقتي في هذه الرياضة تحديدا المصارعة، يعني هل الوضع دلوقتي تحسن كابتن علي، ولا الوضع زمان كان أفضل؟ يعني خلينا نسمع من حضرتك ونسمع بالتفصيل شوية. اتفضل. تحت أمرك. هو أولا محمد ومصطفى، أنا ليا مصطفى ومحمد، دول نور عينيا، وأحمد أخوهم لهم أخ برضه صغير كده هيطلع بطل إن شاء الله. دول نور عينيا. تعبت قعدت مسيرة حياتي كلها ان انا اربيهم على المصارعه علشان يمشوا ويبقوا ابطال اولمبيين وابطال عالم. هي احنا ماشيين في الخطوات دي انا وهم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ان شاء الله يعني باذن الله. طب عشان نحقق ده بقى خلينا نسمع من حضرتك يعني، وفي نفس الوقت زي ما كنت بقول لك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجه جميله جدا، وعمل وزود لهم المكافئات، ودي حاجات كانت بعيده اصلا. صحيح. عن الرياض، هو زود لهم المكافآت، وسيادة الوزير خلاص هيبدأ ينفذ لهم زيادة كده، وبعدين ربنا كرمنا وعملوا لهم مرتبات في الاتحاد، وده ما كان ممنوع قبل كده. ما هو كان أمر غريب فعلا يعني. الرياضي ده لو هو مكرس حياته للرياضة دي تحديدا فعلا هيعيش منين؟ ما ده كان أمر كان لازم فعلا يتم تعديله. طب أيام حضرتك كابتن علي برضو إزاي كان الوضع قائم؟ كان في تعيينات في الطيران، في شركة بنكم، كان في تعيينات، كنت انت بتقول تتعيني وتلعب الرياضة، كانت هي كفيلة بتصرف عليك. تمام تمام تمام. انما دلوقتي بقى موضوع المرتبات ودلوقتي بقى يعني بقى دلوقتي الاحصاء، دلوقتي احنا بقينا طمعانين في كل حاجه، احنا طمعانين نبقى ابطال عالم، طمعانين نبقى ابطال اولمبيين، لان المجال دلوقتي طول ما انت بطل طول ما بينصرف عليك، لو ما انتش بطل مش هنصرف عليك. بتفق معاك جدا. انا عندي برضو نقطه حابه اسال حضرتك فيها بالنسبه للمعسكرات الخارجيه، هل وقت حضرتك كان في معسكرات خارجيه، ولا الوضع كان صعب شويه حسب برضو الامكانيات الماديه وغيره؟ كان صعب يعني. انا في حياتي الرياضيه انا قعدت 10 سنين 11 سنه انا ما عسكرتش الا بطوله واحده بس. الوضع اختلف نقدر نقول دلوقتي يعني. طبعا هم عملوا محضر شهرين اتنين. والصوت بيقطع شويه. هو ممكن يبقى كابتن علي كمان مش سامعنا كويس قوي. انا حاسه كده. في حاجه في الصوت يا جماعه شويه اعتقد. نعم. هو الصوت كويس ولا ده عندنا؟ الصوت جاي كويس معايا. الشبكه. طيب عموما احنا اكيد يعني سعدنا بالتواصل او ما تيسر من التواصل مع كابتن علي جبر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا.